مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معانا واولى برامجنا على شاشه القناه الثانيه مع حضراتكم على الهواء مباشره، وحلقه جديده وبنصبح عليك. النهارده الاثنين 18 من ذي الحجه للعام الهجري عام 1445 هجريا 24 يونيو. يا رب يكون يوم جميل وسعيد علينا جميعا باذن الله. زي ما احنا دايما متعودين من خلال برنامجنا بيكون معانا تقارير بنحيي فيها ذكرى فنانين رحلوا عن عالمنا ولكن باقيين معنا بأعمالهم الفنية القيمة. معنا أيضا مجموعة من المداخلات الهاتفية عن موضوعات بالتأكيد بتهم حضراتكم، وفي نهاية حلقتنا النهاردة هيكون معنا فقرة الحقيقة فقرة جميلة جدا. لما بنقول مصر الحضارة ومصر التاريخ، لما بنتكلم عن المصريين القدماء وبنفخر وبنعتز بهذه الحضارة، الحقيقة فإحنا محقين في هذا الكلام ولازم نفهمه ولازم ندرسه دراسة جيدة. يمكن كلنا عندنا معلومات كتيرة عن المناطق الأثرية وعن المتاحف، عن المسلات، عن الأهرامات، يعني كلنا عارفين الآثار العظيمة للمصريين القدماء. النهاردة بقى هنتكلم عن المجتمع المصري القديم، وهنتكلم عن الأخلاق عند المصريين القدماء. والحقيقة معروف أن المجتمع المصري القديم يعتبر من أقدم ومن أعرق المجتمعات الحضارية اللي عرفها التاريخ الإنساني. المجتمع المصري القديم كان معروف بأخلاقه، كان معروف بميزات كتيرة جدا، كان عندهم القيم، عندهم الأخلاق، عندهم العمل بإتقان، عندهم الإنجازات المتنوعة في كثير من المجالات. والحقيقة أكبر دليل على هذا يعني شايفين التماثيل، شايفين المناطق الأثرية العظيمة اللي لغاية دلوقتي يعني كتير جدا من الأثريين بيدرسوها ويدرسوا إزاي إن هي تحدت التاريخ وإزاي إن هي محتفظة بقيمتها. ويمكن في بعض المناطق كمان فيها ألوان، يعني شوفوا حضراتكم يمكن أكتر من 7000 سنة ولغاية دلوقتي ما زالت الألوان موجودة. بالتأكيد كل هذه الشواهد بتدل على أخلاق المجتمع المصري القديم. عندنا النهاردة فقرة مهمة جدا، هنتكلم عن أخلاقيات المصريين القدماء وكيف كانوا يتعاملوا في المجتمعات المصرية القديمة، غير مجموعة من التقارير المختلفة. وبالتأكيد في الختام بيكون لنا جولة سريعة مع الأخبار، ومعنا كمان تقرير وبعض المقتطفات من الرياضة العالمية. ده كان استعراض سريع لحلقتنا اللي هتشوفوها وتتابعوها معنا النهاردة في خلال الساعة القادمة بإذن الله. بنتمنى أن هي تنال إعجابكم ورضاكم، لكن في البداية اسمحوا لنا هنطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونواصل لقائنا. مشاهدينا بنرجع مرة تانية، وبالتأكيد كلنا عارفين أنه في هذه الأيام أبنائنا طلبة وطالبات في الثانوية العامة في امتحانات الثانوية العامة. يوم السبت كانت اللغة العربية، وبكرة الثلاث بإذن الله هتكون اللغة الثانية. يمكن كان في بعض شكاوى مختلفة من النحو تحديدا في اللغة العربية، ولكن في كل الأحوال بالتأكيد بنتمنى لكل الطلبة والطالبات التوفيق بإذن الله. طيب إزاي نتعامل مع أبنائنا في هذه الأيام الصعبة، في أيام الامتحانات؟ إزاي الأخطاء مثلا اللي وقعوا فيها في مادة من المواد، هل لو كان في مادة صعبة بنرجع لها ونراجعها، ولا خلاص بننسى المادة اللي عدت ونبدأ نجهز للمادة القادمة بإذن الله؟ عموما التعامل، المعاملة الصحيحة مع الأبناء، لأنها بالفعل تعتبر مرحلة فارقة في مستقبل كل شاب، لأن هي اللي بتحدد اتجاهه للكليات. وإن كان دلوقتي يعني في هذه الأيام الحمد لله بقى عندنا عدد كبير جدا من الجامعات، عدد كبير من التخصصات المختلفة اللي في مرونة كافية بتسمح لكل طالب نجح في الثانوية العامة ان هو يلتحق يعني ان شاء الله بالكلية اللي تناسبه، وبالعزيمة وبالإرادة ان شاء الله يحقق مستقبل ناجح بإذن الله. معنا مداخلة هاتفية مع دكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس. دكتور تامر أهلا بحضرتك معنا. اهلا بك يا حنان، واهلا بكل الساده المشاهدين. دكتور تامر، يعني عايزين كده نصيحه سريعه من حضرتك للاباء الاول، يعني ازاي يتعاملوا مع ابنائهم المعامله النفسيه السليمه في ايام امتحانات الثانويه العامه؟ طيب لا شك ان دور الاباء في هذه المرحله دور مهم، وعلى فكره دور الوالدين من مع طلابهم ما بيبداش من الان، من اول السنه الى الان. صحيح. بس الفتره الحاليه هي الفتره الاكثر حرجا
في مرحلة الثانوية العامة باعتبارها فترة الامتحانات. وزي ما حضرتك قلت من شوية إن دلوقتي فرصة دخول الطلاب للجامعات ما بقتش ضيقة زي زمان، دلوقتي الطلاب بقى قدامهم مجال كبير جدا من الكليات والجامعات يمكن يخشوها. إحنا أيامنا كان الطالب أيام ما يخش كلية بتاعته الإقليم بتاعه أو يخش كلية بعيدة جدا عنه، لكن دلوقتي يا فندم الدولة المصرية أتاحت بالإضافة للجامعات الحكومية بقى في جامعات أهلية وفي جامعات خاصة وفي جامعات تكنولوجية. ومش عايز أقول إن يمكن الطالب بمجموع بسيط جدا يخش أي كلية هو بيطمح فيها فيما بعد. طيب دور الآباء دلوقتي يا فندم دور متعاظم جدا، أهم حاجة إن هم يوفروا زي ما إحنا بنقول دايما الدعم النفسي لأولادهم في البيت. بلاش حتة لوم الابن على الامتحانات ولا أخطأ في سؤال معين أو ما أخطأش. أنا عايز أقول للسادة المشاهدين إن جزء من فلسفة الثانوية العامة الجديدة إن مفيش طالب هيقفل أي امتحان، مستحيل إن أي طالب يقفل أي امتحان. بل لو حضرتك جبت دكتور في الجامعة متخصص في أي مادة وحل الأسئلة بتاعت الامتحان مش هيحلها كلها صح. طيب صحيح. يبقى احنا هنا نبعد عنهم اولادنا عن الامتحانات والاخطاء اللي هم وقعوا فيها، نبص دايما للي جاي فيما بعد، نبص دايما فيهم الطمانينه والثقه بالنفس، انت عملت اللي عليك يا ابني وانت اشتغلت ان شاء الله ربنا هيكرمك. نوصل لهم فكره ان ربنا عز وجل لا يحاسب الطالب على ادائه في الامتحان فقط، لكن بيحاسبه على جهده طول العام وانت بذلت الجهد اللي عليك. صحيح. فانت زعلي نحاول نبعد اولادنا دايما يا فندم عن زملائهم اللي هم بيبصوا فيهم طاقه سلبيه بشكل مستمر. صحيح. تلاقي الطالب بيقول لزميله انا حليت وحش والامتحان جه صعبه، ده اول امتحان عربي اهو دخلت المجموع جانا صعب وكام ده، فاحنا مش هنقدر نكمل. لا، الكلام دوت نبعد اولادنا تماما ونعزلهم عن الطلاب اللي هم بيتكلموا بالطريقه ديت. نبعد اولادنا عن السوشيال ميديا اللي هي دايما بتجيب اخبار ان الامتحان صعبه، وزي ما حضرتك اتفضلت قلت النحو صعب وما اعرفش. طول عمر النحو من ايام ما احنا كنا طلبه في الثانويه العامه بيجي في تريكات عشان بيميز. صحيح. بين مستويات الطلاب المختلفه. صحيح. ومفيش طالب مهما كان مستواه يمكن يقفل الجزء بتاع النحو. كمان نبعد عن لوم ابننا ان هو ضيع ايام كتيره طول السنه وده اثر على ادائه بشكل سلبي في الامتحانات. دايما نوعد ولادنا بالمكافئات بدل ما نهددهم بالعقاب. بمعنى اللي احنا نقول لاولادنا ان انت لو ما تنجح وتحل كويس ان شاء الله انا هجيب لك كذا وكذا. بلاش اقول له لو انت حصل لك سيت او جبت مجموع قليل انا هعمل فيك كذا وكذا. الكلام ده خطا في الناحيه التربويه. صحيح. كمان لازم نوصل لاولادنا اللي احنا بنتقبلهم مهما كانوا ادائهم في الامتحانات، احنا بنتقبلهم لانهم ولادنا. أيه. مش عشان حله حلو او حله وحش. صحيح. دي مجموعه من المواجهات لاولياء الامور. صحيح. طيب دكتور تامر اسمح لي حضرتك موضوع المقارنه، احنا عرفنا برضو من اساتذه ومن يعني دكاتره علماء النفس زي حضرتك كده ان المقارنات بتبقى مرفوضه تماما، يعني ممنوع نقول مثلا ابن خالك السنه اللي فاتت جاب 99%، ابن عمك جاب ما اعرفش ايه، بس اوقات الام بتبقى عايزه تشير الى هذا النموذج على اساس انها حاجه ممكنه، يعني ما هو كان طالب زيه زيك وقدر ان هو يحقق او قدر ان هو يحصل على مجموع عالي، فبتبقى متصوره ان ده نوع من التحفيز او نوع من يعني العزيمه او الاراده ان ما فيش حاجه مستحيله. فازاي ممكن تكون المقارنات الايجابيه اللي انا بحفز بيها ابني على انه ما فيش حاجه مستحيله نقدر نحقق يعني باذن الله مجاميع عاليه؟ بص يا استاذ حنان، المقارنه بوجه عام مرفوضه. تمام. لكن لو انا اضطريت الى استخدام المقارنه ده بيتوقف على مستوى ابني العقلي والتحصيلي. بمعنى لو انا ابني مستوى متوسط او منخفض في التحصيل عمري ما اقارنه باي حد، عشان هنا بعمل له حاجه اسمها العجز او متعلم، بعلمه العجز. يعني ايه بعلمه العجز يا فندم؟ ان الطالب بيعتقد في ذاته ان هو مهما حل مش هيجيب مستوى ابن خاله او اخوه اللي هم بيقارنوه بيه. لكن لو انا ابني مستوى العقل مرتفع هنا المقارنه يا فندم بتعمله نوع من انواع التحفيز الايجابي. بمعنى لما انا اقول له ان ابن خالك عمل كذا وانا مستواي اصلا كويس وشاطر، فده هيديني دافع ويحافظ ان انا اؤدي بشكل جيد. فاحنا نبعد عن المقارنه مع اولادنا الضعاف ونستخدم المقارنه بس بشكل معقول وبشكل حكيم مع اولادنا المستوى مرتفع. تمام. عموما دكتور طارق شوقي استاذ علم النفس التربوي بنشكر حضرتك جدا على دكتور تامر شوقي بنشكر حضرتك على هذه المداخله الهاتفيه القيمه اللي عرفنا منها يعني نصائح كثيره جدا، وبنتمنى كل هذه الرسائل القيمه تكون وصلت للساده المشاهدين. شكرا لحضرتك دكتور تامر.
مشاهدينا بنرجع مرة تانية، يا رب تكون كل هذه الرسائل والنصائح وصلت لكل السادة المشاهدين، يا رب كل أبنائنا من الطلبة والطلبات في الثانوية العامة يحققوا يعني نجاحات ويحققوا يقدروا يحصلوا على مجاميع عالية. وزي ما قلنا وبنقول وبنكرر، الجامعات دلوقتي بقت كتيرة، التخصصات مختلفة في كل المجالات، الفرص متاحة بإذن الله لكل المجاميع، كل طالب يقدر يحصل أو يقدر يدخل الكلية بإذن الله اللي تناسبه. فعايزين يكون في ثبات نفسي كده ويكون في هدوء، وإن شاء الله يؤدوا الامتحانات بسلام وأمان بإذن الله. هنطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونواصل لقاءنا. مشاهدينا بنرجع مرة تانية، وإذا كنا بنتكلم عن استثمارات محلية أو استثمارات أجنبية، إذا كنا بنتكلم عن دعم للاقتصاد المصري، فبالتأكيد دايما بنقول الصحة هي الاستثمار الأول في حياة كل إنسان وفي حياة كل دولة وكل وطن. صحة الإنسان والبشر هم أهم وأول استثمار الحياة، ودايما بنقول الصحة والتغذية وجهان لعملة واحدة. التغذية والأنظمة الغذائية السليمة بالتأكيد بيكون ليها نتائج إيجابية على صحة الإنسان بشكل عام. النهاردة هنتكلم على بعض الأغذية المفيدة للإنسان بشكل عام، وخصوصا كمان لمرضى الأنيميا. الأنيميا اللي هو تقريبا فقر الدم، إزاي الإنسان اللي مصاب بالأنيميا أو بفقر الدم إزاي يحاول بقدر الإمكان يتناول الأغذية المناسبة. معنا مداخلة هاتفية مع الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية. دكتورة مروة أهلا بحضرتك معنا. اهلا بحضرتك يا فندم وكل الساده المشاهدين، يومكم جميل دايما. بنصبح على حضرتك دكتوره مروه، ويمكن زي ما حضرتك سمعتيني بنقول الصحه هي الاستثمار الاول في حياه اي انسان. عايزين نلقي الضوء كده بشكل سريع على بعض الاغذيه المناسبه لمرضى الانيميا او فقر الدم. تمام. اول حاجه احنا ده بتبتدي الوقايه من الانيميا من الطفل في مرحله الرضاعه، فاحنا بنقول الاول لازم الام بتهتم برضاعه الطفل طفلها في ايامه الاولى من الحياه، ولو ما كانت طبعا برضاعه طبيعيه، لو ما كانش في رضاعه طبيعيه بتاخد رضاعه صناعيه، فبتتابع مع الدكتور بتاعها انه يكون فيه متوفر من كميه الحديد المسموحه وباقي الفيتامينز والاملاح المعدنيه الهامه، ويكون بيتناسب مع طفلها مش تاخده عشوائي مع نفسها. طيب دلوقتي ايه كمان؟ طبعا بتلتزم قلنا بمده الرضاعه طبيعيه لمده سنتين. طيب الناس الكبيره بقى واحنا ما بنيجي نكبر، وازاي ان احنا ناخد اكل يقينا من انيميا الحديد؟ لازم الاول طبعا ان احنا نشوف الاسباب اللي بتؤدي لانيميا الحديد، لان ممكن تكون دي اسباب مرضيه تانية هي اللي سببت لي الانيميا الحديد دي. طب لو هي الانيميا من الاكل وداخله من ناحيه التغذيه، ايه هي الاكلات المفيده لانيميا الحديد؟ اول حاجه احنا بنقول اللي هي المنتجات الحيوانيه دي بتكون الاعلى في نسبه الحديد، يعني الحديد الحيواني هو يكون اغنى بكتير جدا من الحديد النباتي. وفي ناس على طول يجي في ذهنها الكبده، طبعا الكبده عاليه كمصدر جيد للحديد، ال 100 جرام كبده بيدي 8 مللي جرام حديد، بس الاعلى من الكبده احنا بنلاقي الطحال. الطحال ال 100 جرام من الطحال بيديني 38.5 مللي جرام حديد، يعني اضعاف اللي موجود في الكبده، وسعره اقتصادي وموجود، فده ممكن الناس تتناوله. عندنا الكلاوي بتكون ايضا اعلى من الكبده حوالي 12.5 مللي جرام. طيب احنا في حاجات معينه عشان نستفيد برضو من الكبده دي او الطحال او ديفر هناكله المصادر الحيوانيه عشان نستفيد منها، ان احنا بنقول بناكلها بالعيش الابيض او بالرز، ما بناكلهاش ابدا بالعيش البلدي عشان نستفيد بكفاءه افضل من الحديد. طيب المصادر النباتيه بقى السريعه للناس عايزه تاخدها، ما فيش حد بيقول اسمحي لي دكتوره مروه على المصادر بنقول البنجر، والناس بنفضل ان هي تاخده يوميا لمده 3 شهور، الابحاث لقت ان هو بيعمل نتائج جيده جدا. بنهتم بمصادر فيتامين سي مع تناول الوجبه اللي فيها الحديد وخاصه الحديد النباتي، زي الفلفل الاخضر، زي الليمون، زي البرتقال، زي الفراوله، زي الجوافه، كل دي مصادر جيده جدا من فيتامين سي بناخدها مع الوجبه، سواء بندعم بيها طبق السلطه او عصير من فيتامين سي مع الوجبه او بعدها. تمام. طيب دكتوره مروه، حضرتك قلتي الطحال او الكبده ما ناكلهاش ابدا بالعيش الاسمر، برضو ممكن نعرف كده تفسير علمي سريع للمعلومه دي؟ تمام. عشان احنا عندنا الالياف الموجوده في العيش البلدي، عندنا من الحاجات اللي مش بتخلي امتصاص الحديد افضل حاجه هو والفيتات الموجوده دي، ماده موجوده في العيش البلدي، فما بتخلينيش ان احنا يعني الحديد يكون امتصاص وافضل حاجه، وايضا الكالسيوم، يعني
نجيش ناكل جبنه مع عيش بلد، ما نجيش ناكل زبادي بالربضه، كل الحاجات دي بتعيق امتصاص الكالسيوم وبتعيق امتصاص الحديد، ما بتخليهوش هو افضل حاجه. فعلشان كده احنا دايما بنقول يا جماعه يا عيش ابيض يا الرز، هيكون ده من الحاجات الجيده جدا اللي الناس ممكن تاكل، او العيش الفينو طبعا او سندوتشات الكبده. ده في حاله الاغذيه اللي فيها نسبه حديد عاليه، لكن العيش الاسمر ممكن يبقى مفيد في التناول مع اي وجبات ثانيه يعني. لا طبعا العيش البلدي مفيد جدا بقى في حياتنا العاديه، طبعا مصدر الالياف مهم لمرضى السكري، الناس اللي عندها انيميا بيظبط عندي مستوى سكر الدم، الناس اللي هي عندها سمنه اللي كلمت فيها، الناس اللي عندها سمنه فده طبعا بيكون كويس جدا ليها لانه بيساعدها على ان هو يكون في اشباع ليها مش بتجوع بسرعه. العيش البلدي طبعا مهم جدا، بس الحالتين اللي احنا مش بناخد فيهم العيش البلدي ان هي في الوجبات بتاعت اللي هي المصادر العاليه في الحديد او حاجه فيها كالسيوم، مش بيفضل ده لان هو ما بيخليش امتصاص الحديد افضل حاجه. افضل حاجه. تمام. عموما دكتوره مروه شعير بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخله الهاتفيه وهذه المعلومات القيمه اللي عرفناها عن الاغذيه، شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام هنطلع فاصل ولكن هنرجع مره ثانيه متواصلين مع حضراتكم وبنصبح عليك. مشاهدينا بنرجع مرة تانية، والحقيقة دايما بنقول أنه تاريخ الفن المصري ثري بالكثير، والكثير من الفنانين والفنانات اللي بالفعل أثروا الحياة الفنية المصرية يمكن والعربية بشكل عام بأعمالهم الفنية القيمة اللي لغاية دلوقتي يمكن عد عليها 30 سنة و 40 سنة ويمكن أكتر، ولكن محتفظة بقيمتها الفنية. وإحنا دايما من خلال برنامجنا بنحيي ذكرى فنانين رحلوا عن عالمنا ولكن باقيين معنا بأعمالهم الفنية القيمة. النهاردة بنحيي ذكرى وفاة الفنان القدير يوسف داود. الفنان يوسف داود رحل عن عالمنا عام 2012، والحقيقة الفنان يوسف داود فنان متميز بصوته المتميز بأدائه يعني فعلا المتميز والمتمكن في عدد كبير من الأعمال الفنية، كان بيقدم الكوميديا كده بشكل مختلف بشكل تلقائي بسيط ولكن بيصل سريعا إلى القلوب. أطلقوا عليه في فترة من فترات مهندس الكوميديا لأنه بالفعل كان ليه طريقة خاصة كده وطريقة مختلفة في تقديمه لأدواره الكوميدية. بنحيي ذكرى وفاة الفنان القدير يوسف داود. هنطلع فاصل نشوف مع حضراتكم هذا التقرير عن بعض الأعمال الفنية للفنان يوسف داود ونرجع مرة تانية ونواصل لقائنا. كل اليوم الاثنين 24 يونيو ذكرى وفاة الفنان يوسف داود المبدع الذي اشتهر بصوته المميز. ولد يوسف جرجس صليب الشهير بيوسف داود في 10 مارس عام 1938 في محافظة الإسكندرية، وتخرج من كلية الهندسة قسم الكهرباء، إلا أنه تخلى عن عمله في الهندسة من أجل حبه الشديد للفن، وكانت بدايته في مسرحية زقاق المدق عن رواية لنجيب محفوظ. شارك يوسف داود في العديد من الأعمال الفنية منها سيداتي أنساتي، حنفي الأبهة، بخيت وعديلة، حلق حوش، عسل اسود، عمارة يعقوبيان، أمير الظلام، فيلم هندي، الإرهاب والكباب، وبطل من ورق. في مسلسلات درامية منها رأفة الهجان، السيرة الهلالية، فارس بلا جواب، عائلة مجنونة جدا، وعدد من الأعمال المسرحية منها فنان الشعب والواد سيد الشغال. توفي الفنان الراحل يوسف داود عن عمر ناهز 79 عاماً بعد سجل حافل بالإنجازات الفنية المتنوعة في المسرح والسينما والتلفزيون. مشاهدينا بنرجع مرة تانية، والحقيقة زي ما بنتابع الرياضة المحلية ويمكن طبعا كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية هنا في مصر وبنتابع دايما مباريات كرة القدم، مهم جدا ان احنا نتابع ايضا الرياضة العالمية. مشاهدينا بنرجع مرة تانية، واسمحوا لنا نتكلم بشكل سريع على اليوم العالمي للخدمة العامة. بيحتفل العالم يوم 23 يونيو من كل عام باليوم العالمي للخدمة العامة، وهذا اليوم بنوجه فيه كل التحية والتقدير لكل مواطن مخلص، لكل مواطن بيقدم خدمة فعلا في الجهاز الإداري للدولة، واحنا شايفين الحقيقة في هذه المرحلة في تطوير شامل وتطوير رائع في الجهاز الإداري للدولة المصرية، في فعلا تقدير لمن يعمل، في تنمية للموارد البشرية، في التحول الرقمي، في استخدام تكنولوجيا المعلومات. الحقيقة كل هذه الأمور بالتأكيد بتؤدي إلى التنمية والتقدم بإذن الله لمصرنا الحبيبة. كل
عام وكل العاملين في الجهاز الإداري للدولة يعني بخير، وإن شاء الله مصر إلى الأمام دائما. اسمحوا لنا نبدأ سريعا جولتنا مع الأخبار وأخبار الاثنين يوم 24 يونيو. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم العالمي للخدمة العامة، تحية لكل من يؤدي مهام وظيفته بشرف وإخلاص. من جريدة الأهرام، الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على تعيينات وزارة الخارجية. نشرت الجريدة الرسمية تصديق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القرار رقم 218 لسنة 2024 الخاص بالحركة الدبلوماسية لوزارة الخارجية. من اليوم السابع 30 يونيو، طفرة غير مسبوقة بقطاع الزراعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شهد القطاع الزراعي في مصر طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة، حيث شهدت العشر سنوات الماضية نهضة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية. من اليوم السابع، وزارة التعليم تنفي تأخر مركز مصر عالميا في التعليم قبل الجامعي. من الأهرام، رئيس بعثة الحج تسيير الجسر الجوي بين السعودية ومصر لإعادة حجاج القرعة. وزارة الصحة، معهد الكبد يقدم الخدمات الطبية ل 453 ألف مواطن خلال 5 أشهر. من اليوم السابع، اتحاد جدة السعودي يفاوض محمد عبد المنعم لخلافة أحمد حجازي. وآخر أخبارنا مع الأرصاد الجوية واستعراض سريع لدرجات الحرارة في بعض المحافظات. اليوم طقس شديد الحرارة واضطراب الملاحة بشواطئ مطروح. درجات الحرارة في محافظة القاهرة العظمى 39 والصغرى 28، في الإسكندرية 33-24، في مطروح 32-23، في سوهاج 43-27، في قنا 44-29، وأخيرا في محافظة أسوان درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 31. الحقيقة درجات الحرارة في محافظة أسوان يعني مرتفعة جدا جدا بشكل يعني غريب. تمنياتنا ولكل أهالينا في محافظة أسوان الحقيقة إن هم يقاوموا الارتفاع في درجات الحرارة يعني بالنصائح المختلفة اللي دايما بنشير إليها. مشاهدينا، هنطلع فاصل ولكن هنرجع مرة تانية وهتكون آخر فقرات برنامجنا، وهنلقي الضوء على الأخلاق في مصر القديمة وكيف كان يتعامل المصريين مع بعضهم في مصر القديمة. فاصل سريع ونرجع مرة تانية ونواصل لقائنا.